وخضعت في الصغر بكلاكل العرب، وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر. هذه كلمة من الكلمات التي أدلى بها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وقبل أن يتكلم المتكلم، وقبل أن يقول القائل، وقبل أن يكتب الكاتب، وقبل أن يتحدث المتحدث، لا يمكن لأحد أن يدرك كنها علي سلام الله عليه. هذه مرور سريع بس يعني مقتطفات. وفي شجاعته قال سلام الله عليه: أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب، يعني صدور العرب الأبطال، أنا جندلتهم وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر، يعني كل ما ارتفع للعرب كسرته. وقالت البضعة في حقه: نعم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أو فغرت فاغرة من المشركين، نعم، أو نجم قرن للشيطان أو فغرت فاغرة من المشركين، قذف أخاه في لهواتها. يعني هذا قيمة هذا النص، إن التي قالته معصومة فاطمة: قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها. صماخ ثقب الأذن، بماذا؟ بأخمصه، يعني يدوس على رأس الحرب ويخمد لهبها بسيفه مكدودا في ذات الله. نعم، لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت العرب قد برعت في أمرين، حاجتين: الشعر والشجاعة، الشعر والشجاعة. فتحداهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بماذا؟ بالقرآن الكريم. هذا مو شعر، هذا نثر. الشعر في مقابل النثر، لا، النثر في مقابل الشعر. ولكن مع ذلك لم يستطيعوا، هذا واضح المعنى، قل لئن اجتمعت، المختصر الكلام، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثلها، ما هو شعر، ما هو شعر، لكن غير شكل، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فأحجموا عن مقارعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم باللسان، خلاص أحجموا، ما أكو بعد أحد يقول أنا باجيب، شعدكم أنتم، شعدكم المشكلة، جيبوا إلى أن كلام مثل هذا الكلام. لكنهم توقفوا عن هذا، لما توقفوا عن هذا عمدوا إلى أن يتحدوه بما برعوا فيه من أمر آخر، وهو ماذا؟ الشجاعة. فانتدبوا إليه أبطالهم وشجعانهم، فلما رآهم قد أحجموا عن مقارعته باللسان قارعهم بالسنان، لأنهم اختاروا أن يقارعوه بالسنان، فزحفوا إليه بخيلهم ورجلهم، وأتت الرايات وزحفت إلى المدينة، بلغنا الله وإياكم. فانتدب ابن عمه أمير المؤمنين. تريدون الشجاعة؟ ما تريدون الفصاحة؟ تريدون الشجاعة؟ هذه الشجاعة، خلوا الفصاحة ألا، هذه الشجاعة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أو فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهواتها. هذه بدر، عندك أنت قضية بدر، هذه تحتاج إلى مقامات، يعني تحتاج إلى أوقات حتى تشرح قصة بدر. بس هي بدر صارت الصبح، ما جت الظهر إلا بدر خلصت، خلصت هي بدر، انتهت،
لكن من التاريخ ما انتهت. بدر أثرت، أثرت على كل التاريخ. فالبداية حمزة، عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب أمير المؤمنين. أول ما بدأ أمير المؤمنين سلام الله عليه، نعم، ضرب بسيفه بأبي وأمي على كتف الوليد ابن عتبة. الوليد ابن عتبة من؟ خال معاوية. ضرب بيده على كتفه فانقطعت يد الوليد ابن عتبة، ومضى هاربا إلى أبيه، وكان من شجعان العرب، ومضى هاربا إلى أبيه فلحق به أمير المؤمنين وضربه بالسيف فقتله. هذه بس 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 الوليد بن عتبة يكفي حتى أمير المؤمنين يقاسي الأمرين. نعم، ثم اشترك أمير المؤمنين في قتل شيبة وعتبة ابني ربيعة. فالوليد ابن عتبة، الوليد ابن عتبة خال معاوية، عتبة جد معاوية، زين، هذول كلهم نفس الأسرة. زين، خلصت يا علي بس خلاص؟ لا، كر على الأعداء وهو ينادي: ما تطلب الحرب العوان مني؟ سنحنح الليل كأني جني لمثل هذا ولدتني أمي. يقول الشيخ المفيد: حتى قتل باتفاق رواة المسلمين في ذلك اليوم 35، نصف ما قتلهم أو نصف من قتلهم المسلمون في ذلك اليوم، يوم بدر. يوم بدر يقدمهم شجعان تلغ أنوفهم في الماء قبل أفواههم، مثل من؟ مثل حنظلة ابن أبي سفيان أمير المؤمنين اللي قتله، العاص ابن سعيد ابن العاص، العاص ابن سعيد، إليه ثلاثة إخوان، ثلاثتهم خالد وعمر وأبان، هذول شيعة أمويون، أمويون، خالد وعمر وأبان أبناء سعيد بن العاص بن أمية، مباشرة أبناء سعيد بن العاص بن أمية الأول. ملاحظ؟ أخوهم قتله أمير المؤمنين في يوم بدر. زين، وكان هو حامل اللواء في يوم بدر، وهو الذي سقى الرسول الماء صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال له الشاعر الكبير إسماعيل، ومو سيد، إسماعيل الحميري مو سيد، لكن الإمام الصادق سماه سيد لأنه ساد في الشعر، حمير من حمير، هذا ملك الشعراء. لما قال: أقسم بالله وآلائه والمرء عما قال مسؤول أن علي بن أبي طالب على التقى والفضل أو الحق مجبول، وهو الإمام، وأنه ذاك الإمام الذي وأنه الإمام الذي كان له على الأمة تفضيل، ذاك الذي سلم، تعرف القضية لو لا، ذاك الذي سلم في ليلة عليه ميكال وجبريل، لما راح يجيب الماي ليلة بدر، زين، وتأخر وقال إلى النبي، قال إليه النبي: ليش تأخرت؟ قال: لأن أنا في المرة الأولى نزلت إلى البئر وجبت القربة فهبت علي ثلاث رياح، فقال: نعم يا علي، في المرة الأولى جاءك جبرائيل في 1000 من الملائكة، وفي المرة الثانية جاءك، نعم، ميكائيل في 1000 من الملائكة، وفي المرة الثالثة جاءك إسرافيل في 1000 من الملائكة. ذاك الذي سلم، جاءوا إليك لنصرتك، ذاك الذي سلم في ليلة عليه ميكال
وجبريل جبريل في ألف وميكال في ألف ويتلوهم سرافيل ليلة بدر مددا أنزلوا كأنهم طير أبابيل. وانتصر النبي في ذاك اليوم. لكن القضية مو بس السقيفة بدر هذه. شوف انت إذا تقرأ التاريخ الخطباء القدامى ليش الأوليين الخطباء يقرب الساعة ونص يسرد تاريخ؟ لأن التاريخ طويل. التاريخ أحداث أحداث كثيرة جدا. هذه بدر أنت تسمع عنها مقتطفات، وإلا بدر أنت لو بتدخل في قضية بدر وش يخلصك منها؟ وقضايا أمير المؤمنين سلام الله عليه. بدر إذن أثرت في التاريخ، هي مو بس السقيفة. فبعد بدر أحد قتل حملة اللواء بني عبد الدار 10، كلما برز منهم واحد شجعان شجعان. ثم بعد ذلك برز غلام لهم يقول الشيخ القمي وكان كالبرج اسمه يحموم أو ما شابه بهذا الاسم، وعيناه وعيناه قد احمرتا وهو يزبد وقد أقسم ألا يرجع إلا وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهابه الناس. هذه في أحد وحنين تقرأ أنت في الدعاء وأودع قلوبهم أحقادا بدرية وحنينية. حنين متى صارت؟ عقب فتح مكة ويا هوازن. عقب فتح مكة النبي فتح مكة في السنة الثامنة، راح إلى هوازن فاجأوا النبي في الوادي لما انهجموا على النبي وأصحاب النبي. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. 12,000 قالوا، لكن واجههم هوازن 30,000 30,000. والفجر الفجر ظلام بعد النبي توم صلي ودخلوا في بطن الوادي وفاجأوهم أهل هوازن هجموا 30,000 في الظلام. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. افتلت الحزمة مثل ما نقول. وقف أمير المؤمنين وأقبل شجاع من هوازن يقال له يسمى أبا جرول، وكان على بعير عظيم، ومن حوله كفار هوازن، وفي يده رمح طويل، وفي الرمح راية، كلما اقترب لرجل من المسلمين التقطه برمحه فعدا. يقول السيد محسن الأمين رحمة الله عليه، فعدا عليه أمير المؤمنين وضربه بالسيف على ظهره. هذه ضربات. لكن مع ذلك مع كل هالشجاعة كل هالقوة، أرجو الالتفات، كل هالبسطة زين، هالبأس الشديد، مع كل ذلك نشوف أمير المؤمنين يملك نفسه عند الغضب. هذا درس في حياة كل إنسان مؤمن. لما أنا أكون قوي؟ لا، هي مو بالانفعال. ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد من ملك نفسه. متى عاد يملكها؟ ألا يغضب. وأمير المؤمنين مو ما أغضب، أغضب غضب 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 شديد يتوجر قلبه، لكن شلون حبس الغضب؟ لما لأسالما ما سلمت أمور المسلمين. شلون يعني؟ أنت بتتسأل وش يعني تسلم أمور المسلمين؟ لو أمير المؤمنين مثل ما يقول الصدر، لو أمير المؤمنين انشق عن الجماعة صارت المدينة على الأقل قسمين، جماعة علي وجماعة السقيفة ملتفت زيد وجماعة سعد بن عبادة، انقسمت المدينة كم قسم؟ 3 أقسام زين. وأهل مكة هم داخلين في الإسلام قالوا وإحنا بعد بننقسم، ملتفت له لا؟ صارت المسلمين كم قسم؟ أي 4 أقسام. وأهل الطائف، أهل الطائف جايين إلى النبي قالوا إحنا ما نبغى نصلي، أي إيمان اللي آمنوا؟ إذا المدينة إذا علي انقسم تتقسم المدينة أقسام، إذن لاحظ وتتقسم مكة والطائف
والقبائل اللي ما يعرفون الله ولا يعرفون النبي زين، ويرجع كل شيء على ما كان. لكن الحلم ليس الشديد بالصرعة، الشديد من ملك نفسه عند الغضب. من تدخل يا أمير المؤمنين ما تخلص، شوف صبره يوم اللي راح اقتحم البصرة، إلى الآن موجود مسجد أمير المؤمنين في البصرة في الزبير، إلى الآن قائم اللي بناه أمير المؤمنين وصلى فيه. اقتحم البصرة لما الله نصرها على أهل الجمل، هناك نسوان واقفين، يا قاتل الأحبة قتلك الله قتلك الله وأيتم منك أولادك. قال لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من هم في هذه الدار، أنا لو أبغى أقتلكم أقتلكم كلكم، من هو إليكم الحين؟ أقتل الرجال والنسوان، من هو إليكم؟ يا أبا الحسن، فشاهدنا قلنا أمير المؤمنين معجزة النبي حد قدر عليه، ندب الشجعان كم غزوة بدر أحد وغيرها وغيرها، وكل هالتاريخ عندك ما حد قدر. لكن أعجوبة شلون هذا قدر. صدق هذه تأملات. هو الشعر نبطي، لكن هذه تأملات. من ضربتك مرحب يا بويا، الكل تعجب، وتعجبوا من يوم طلعوا بك ملبى، لأن هجموا بيته، ولا دخلوا بيته مو ثلاثة، لا، اقرأ سليم بن قيس، دخلوا بيت أمير المؤمنين، تكاثروا على أمير المؤمنين، وتعجبوا من يوم طلعوا بك ملبى. والزهرة وين؟ وأما ابن ملجم ضربته أعجاب. 3000 وعبد وقينة، ولم أرى مهرا ساقه ذو سماحة كمهر قطام من فصيح وأعجم. 3000 وعبد وقينة وضرب علي بالحسام المسمم، فلا مهر أغلى من قطام، وإن غلا ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجمي. يوم طحت وش قلت؟ قلت يا علي. يوم صرت مريض وش قلت؟ قلت يا علي. يوم اللي فقدت العزيز ويوم أصابتك النائبة وش قلت؟ حزتها، قلت يا علي. يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، النبي بكى، النبي قال إلى يا رسول الله مما بكاؤك؟ يقول الشيخ الوحيد الخراساني حرسه الله، يقول هذا اللي بكى منهم، وتقول بس النبي بكى وتسكت، لا، اللي بكى منهم، اللي بكى هو من هو خير من 124,000 نبي بكى. تبكي لماذا يا رسول الله؟ قال أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر في ليلة القدر. نعم، هذا اللي يقوله من؟ اللي يقوله الشيخ حسن الدمستاني رحمة الله عليه، عنده كتاب
اسمه مقتل أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول وذكر علي، افتح قلبك عاد، وذكر علي وذكر مصيبة علي في مقتله ليلة 19 هو من إحياء ليلة القدر، مثل ما أن الغسل والدعاء والقرآن والذكر من إحياء ليلة القدر، ذكر مصيبة أمير المؤمنين من إحياء ليلة القدر. هذا اللي كل يوم يقول، ومن ذاك اليوم قالها إلى النبي: أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد حتى يختار الله لي. دارك التي أنت فيها مقيم، متى يخرج أشقاها فيخضب. ما تخضب أمير، يعرف أنها من السنن أن المؤمن يخضب شيبته، لكن يقول ما اختضب أمير المؤمنين. ليش ما تخضب يا أبا الحسن؟ قال نحن في مصيبة فقد النبي. هذه بس لأمير المؤمنين. متى اطمأن أمير المؤمنين؟ لما وقع في محراب الصلاة وقال إلى الحسن: بني لا بأس على أبيك بعد اليوم، هذا جدك رسول الله، هذا خلاص، وهذه أمك الزهراء، وهذا أبوك، وهذه أمك خديجة، شيعة محبين، أكل قليلا حمد الله كثيرا. وبات في هذه الليلة قلق، يا لها من ليلة، لأن هذه المصيبة يا جماعة يا شباب هذه مو مثل المحرم. المحرم تجي إلى المصيبة بالتدريج، لولا بالتدريج، هذه مرة واحدة، يعني ما تشوف نفسك إلا أنت في وسط المصيبة بأبي وأمي. هذه وفاة أمير المؤمنين تجي مفاجئة، وقصائدها وقصتها ما تقرأ إلا في هذه الثلاث الليالي بس، بعد ما تنعاد.